تواصل القافلة الطبية بإحدى قرى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ووقعت القافلة الكشف الطبي على حوالي 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانا، كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا بالمحافظة. احنا هنا بنقدم خدمة الصيدلية، العلاج كله بالمجاني، المريض مش بيدفع اي حاجة خالص. عندنا فوق 120 صنف، الادوية متعددة وبتغطي جميع التخصصات اللي موجودة في القافلة. المريض بياخد العلاج بالكامل اللي بيكفي مدة علاجه بالكامل، مش بيحتاج يشتريه بره، مش بيحتاج يشتري اي حاجة من بره. بعد بياخد مدة العلاج كاملة. في فريقين صرف وتسجيل بيشتغلوا بالتوازي مع بعض من الصيادلة. اول حاجه في الصرف الصيدلي بياخد التذكره، بيتاكد من اكتمال جميع البيانات فيها، بعد كده بيبدا يطلع العلاج ويتاكد من شخصيه المريض، وبيتاكد ان الدواء متوافق مع حالته يعني المرضيه.